بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله حبيبتي مرحبا بكم فيديو جديد معايا الفيديو تاع اليوم رجعت معكم فيها بكل حماس ونشاط تعرفوا علاه ما تعرفوش لانكم خليتوا لي بزاف اللايكات خليتوا لي دوك التعليقات الشابين تاعكم فرحتوني صراحة وانا كل ما تفرحوني بهذوك اللايكات نجتهد ونوض ونتحمس باش نصور لكم فيديو اخر ونكون تحت طلبكم ان شاء الله الاخوات اللي طلبوا مني جدول الاكل الاسبوعي راني شاركتها معكم الفيديو اللي قبل هذا واللي طلبوا مني العشاء يعني اللي سقساوني قالوا لي مفيده ديري غدا وعشاء اكيد ندير غدا وعشاء انا شاركت معكم واحد فقط وسبق لي شاركت معكم الجدول لكن غادي نعاود نشاركها معكم بالشرح وكيف نديره وكل شيء اليوم نلبوا طلب رغبه آه ناس واحد اخرين معنا في القناه اللي يبغوا الروتينات اللي يبغوا اليوميات تاع مفيده فاليوم ان شاء الله غادي نشاركها معكم ما تنساونيش من اللايك من فضلكم من الان حطوا هذاك اللايك وكملوا معايا الفيديو للاخير كيما شفتوا يشارك معاكم كل شي كل شي غادي نشارك فيهم معكم بحال البيتزا تهبل كل شيء كل شيء غادي تشوفوه معايا والمفاجاه اللي درتها لوليداتي بالاحرى لبناتي وفرحوا بها بزاف غادي تشوفوها معايا ان شاء الله اليوم ونقول لكم الثمن وكل شيء وشعال شريتها المهم هنايا ديتكم المكتبه تاع مسعودي معروفه هنايا آه الاخ مسعودي نوفل اللي جايه هنا في مدينه الطارف في آه ايوس مهم اني الطريق هكا معايا من دورت هذيك الواجهه وعندها وحده وحده قهوه بورجيبه هنا في مدينه الطار بورجيبه ولا بورجيبه المهم <applause> كاينه وحده حدا القهوه تاع بورقيبه انا نقول بورقيبه ما باليش كاين اللي يقولوا بورجيبه صح وهالي فقط بنات الطرف راه جاي تما فقط في الكوا عنده يبيع الكرو ويبيع الديتاي وسبق له شاركت معكم هذه سنه او سنتين هي المكتبه وهي نفسها اللي يقضوا من عندها وليداتي المهم دخل الالوان تاع الباستيل اللي راهم بناتهم مبليات بالالوان تاع الباستيل المهم انا بنتي هبلت عليهم هذا العام شرات الالوان اقلب ملونه في الباستيل وشرات كذلك الفوتغ في الباستيل. ف يعني الوان صراحه بزاف بزاف شابين السعر تاعهم وثلاثين الف المهم عجبوني كذلك هادو تاع مبروك النجاح فصورتهم لكم هكا اللي مهتمين بالرسم والامور الاخرى راه كاين اللوحات البيضاء السوداء لي الاقلام البيضاء اقلام الرصاص كاع بالالوان تاعهم الابيض الرمادي والتدرجات كلها الى اللون الاسود والارقام كاع متوفرين المهم كل شيء كل شيء متوفر في المكتبه صراحه نبغي نشري عليه لانه الثمن تاعه يبقى جد معقول مقارنه باماكن اخرى يعني هذا الشيء ونلقى عنده كلش يعني بقاش ندور ونواسي ليامات اللي قبل ما نشري من, من عنده يعني روح درت هذيك الدوره شافوا الوليدات وكل شيء داو افكار شبراهم باغيين يشرو وحتى لا يمنع الليسته تاع المشتريات يعني كو عارفين يومين اللي دخلوا فيهم الاطفال ما كاش كاين قرايه يعني تقريبا الشيوخه كاع ما من يوم الاحد الى يوم اليوم اللي راني نصور لكم فيه بداو يجوا الشيوخه يعني بداو الاساتذه يجوا كل شي كل واحد يقول لهم شو تجيبوا واش ما تجيبوش سبق لي وقلت لكم شيرات انه بناتي خصهم الـ المقلمات شريت لهم بنتي ورات لكم هذا الموديل شباب بزاف وصراحه دات منه دات هذا الموديل عجبها فيها زوج تاع الجيوبه جاي سته في الداخل وين يحطوا الاقلام وكذلك من على المقلمه من الداخل ترفد ما شاء الله بغيت نشارك معكم جديد المقلمات لهذا السنه الفوتبول البارسا والريال كيما كنت اخواتي هذا السولي يعني كيما اللي يلعبوا بيها البوله داروا لهم مقلمه من الداخل يعني خصوصا اللي عندها وليدات شاشرة راه هكا يبغوا هذا امور تاع البولا ولا يتبعوها هكا معين فراه متوفر هذا السوري يرفد يعني ما شاء الله جربنا دخلنا فيه الاقلام دخلنا فيه الممحى المنجرة الامور المهم كاع اللي توفرت لنا دخلناها وبقى لي يعني ما شاء الله يرفد وكيما شفتو يعني الله يبارك يعني كي تشوفيه للوهله الاولى تحس به صباط تاع بولا وهو مقلابه صراحه بدعوا في هذه الامور يعني وهذه على شكل بالون شفتوها هكا جايه بولا فكي تحليها Yeah. تلقيها تخوص تلقيها مقلمه وتربط كذلك وما شاء الله بنتي هنا راهي لكم في الديمونستراسيون توري لكم كيفاه تواسي شوفوا ما شاء الله يعني مليحه الوليدات هكا اللي يبغوا يفرحوا ولادهم ولا يديروا لهم كادو هكا شباب للمدرسه وكل شيء المهم انا بغيت نشاركهم معكم صراحه عجبوني يعني هذو ما تقريبا الامور جدد اللي دخلوا ساكادويات بزاف شابين اخوات يعني ميم كاليتي وبالنسبه للاخوات اللي يحوسوا نصائح الوليداتهم عادة داخل للمدرسة في شراء الأدوات في التعامل مع الأقلام الكاليتي تاع ستيلو يشرو شكل ستيلو المسطرة اللوحة بزاف نصائح مديتهم لكم من خلال تجربتي السابقة كمعلمة في التعليم الابتدائي ف كنت درت لكم بعض النصائح ونخلي الرابط تاع الفيديو في صندوق الوصف سمعوا اخواتي وشوفوا هداك الفيديو غادي ينفعكم بزاف المهم هذا هو جديد الدخول المدرسي هاد المقلمه هاد آه الكره هذه المهم رحت نشري مقلمات شريت لبناتي وبعد بعد غاضني ولدي صراحه <applause> ما هو عندها وحده يعني شريتها لها العام اللي فات قال لي ماما حالت يا زعما تقشرت لها وحالت له من واحد البلاصه قلت لها معليش ولدي عطيه هاني وشريت لها هذيك اللي كنت شفو فيها في الاسود كيف كيف معتها اختها يعني اختها دات هذيك اللي في الحانوت معايا جايه هكا في, الـ في في الفيولي والغوز وجبنا الادوات وبدات عمليه تغليف الكراريس وعمليه أكو عارفين بنتي الكبيره هذه المقلمه اللي داتها شوفوا كبيرة الله يبارك عجبتني مقسمة غاية وترفد بسم الله ما شاء الله ترفد لها قاحد وكستيكينا وتستحى ترفد لها الكالكيولات ترفد لها يعني كل أقلام الأنواع يعني قاش اللي تحتاجه ترفدها لها المقلمة المفاجاه اللي كنت درتها لهم والكادو اللي درتها لهم هما هاد الكراسة اخواتي شريت لهم هاد الكراسة اللي راكم تشوفوا فيهم في سكونديناف يعني جايين شابين بزاف صراحه ومريحين كيما شفتوا العام اللي فات كي خدمت انا وياكم البيرو كنت شاركتكم الطريقه اللي صنعت لهم بها بيرو باقل ثمن يعني زوج تاع لي طابل دو تاعهم حطيت لهم فوقها اللوحه اللي تجي تحت السرير ماشي تاع لي البي يعني وين اسفل السرير هذيك اللوحه انا قلعتها نظرا للضيق اللي عندي في الغرفه قلعتها واستخدموها بنيتي بهاد الطريقه كمكتب يقرع عليها كانوا داني الكراسه هذا كنت على البلاستيك تاع البحر وهذا العام الحمد لله انا بربي وانا وزوجي ربي فرحه ان شاء الله كيما فرحنا انا والبنيات يعني جاب لهم هاد الكراسه صراحه فرحنا بهم بسم الله ما شاء الله ودرت لهم مفاجاه يعني ما قلت لهم الشيرات ما قلتلوش غادي نشري لكم آه الكراسه ولا وين ترى جايين والحمد لله كومونديناهم من عند واحد في فيسبوك و وصلهم من حتى الطارف يضرب في 24 ساعه كانوا عندي الثمن تاعهم أه والله ما عقلت شي 390 للواحد مع الثمن أه تاع التوصيل يعني مع التوصيل 100 الف نورمالمون التوصيل لمدينه الطارف المهم هذوك هما الكراسه صراحه جو شبيه في الشمرة عجبوهم وكل شيء والسي احمد جا قابلني في الكوزينه وراه يغلف في الكتب يعني هذا هو الشارم تاع الدخول المدرسي والمدرسه مع الوليدات ورب يحفظ لهم بوهم تاجر صام ان شاء الله والله يحفظ معز عليكم اخواتي وكاع وليداتكم الله يوفقهم الله ينجحهم الله يسترهم لكم ان شاء الله والله يكبرهم على الطاعه والشفاعه ان شاء الله وعلى الدين وسنه محمد عليه الصلاه والسلام المهم اخواتي ما كاش حاجه كيما انهم تكبروا وليداتكم يعني على طاعه الله وخوف الله قبل ما يخافوا اي حاجه قبل ما يخافوكم نتوما قبل ما يخافوا يعني هذاك هو الشيء اللي لازم ولازم يكون المهم اخواتي الكتاب يعني سبحان الله الله ضلكم الكتاب راهو تاع التربيه الاسلاميه هنايا يعني الحمد لله الله يوفق وليداتنا وينشئهم على التربيه الاسلاميه الصحيحه انا اليوم غادي نشارك معكم البيتزا ولدي قال ماما ديري لنا البيتزا المهم غادي ندير لهم البيتزا وغادي تشوفوها معايا ان شاء الله تجي بزاف شابه أخواتي تجي مقرمشه وفي نفس الوقت تجي طريه يعني تجي شابه بزاف يعني المهم اخواتي الطريقه ندير انا زوج كيسان تاع الحليب الكاس العادي تاع المقاهي انا كيف كيف مع الاخر درت كاس تاع اذا زوج كيسان حليب درت كاس تاع كاس تاع السميد مغرف تاع الخماره ومغرف تاع السكر تقدو تحطو عسل وبعدها غادي نزيد لهم يعني نخلط كيما هكا بالفوي وغادي نحطو نحطهم يختبروا يعني هكا نخلي الخماره تاعي تتفاعل بس كي دير لي هذوك النفخات والرغوه من الفوق غادي نجيبها ونكمل انا وياكم ان شاء الله سبق لي وشاركت معكم واحدة قديمة واحد الوصفة كنت درت فيها الفرماج كي ما يكونش عندكم أخواتي الحليب دي فور بحبات خمس حبات على الفرماج ولا جبن مثلثات وعجنوا به مع الماء تجيكم بزاف شابة بعد درت ربع في كاس يعني نفس الكاس عبرت به ربع كاس تاع زيت الزيتون وبعدا بديت نحط في الفارينة تاعي يعني الملح ما تحطوش من الأول حتى تتفاعل لكم السميد مع الخمارة وكاع مين تحطوا الفارينة حطوا الملح تاعكم عادي جدا وبداو تعجنوها انا عجنتها اخواتي في العجانه الكهربائيه يعني دلكتها تما ما دلكتش بيدي خليتها حتى تلعيمت وكل شيء ومن بعد عاودت رجعت ليها وفي الوقت اللي راهي العجينه تاعي تتعجن انا وجدت الامور اللي غادي نزوق بهم البيتزا تاعي ولا العجينه تاعي هنا كنت وجدت شويه فلفل حار وشويه فلفله حلوه حطيتهم هكا قطعتهم وكل شيء على حسابكم دوائر الشرائح ورحت جبت من العوله تاعي صوص طومات ب يعني صوص بيتزا اللي كنت درتها بالزعتر وكل شيء شاركتها معكم يعني من دار العوله تاعي جبت كذلك واحد القابصه تاع الشامبينيون كانت عندي يعني عندها شعال بالسنه الماضيه باقي لي واحد القوطي تاع كذلك قبسة تاع الطون بالنسبة أخواتي للتونة اللي خدمتها في الدار هذيك أخواتي ناكلوها يعني تقريبا نحطها لهم في الساندويشات نحطها في لي بلا في لي وهذه تعجبني نحطها لهم يعني هذه تاع الفابريكا نجيبها لهم هكا نبنن بها البيتزا وصاي لأنه هذه يعني ذوق مستحيل يكون كيما اللي تخدميها في الدار تاع الدار أخواتي ذوقها بزاف شباب وجدت الزيتون تاعي سكرفش الفرماج تاعي الأخوات اللي سقساوني على الفرماج اللي نستخدمه سبق لي شاركتها. معكم السنة الماضية يعني تقريبا عامل فيديو كنتو تسقسوني على نوع الفرماج صورتها لكم ووريتها لكم أنا نستخدم أخواتي تشيز أو تاع إيلا هذاك هذاك هو اللي نستخدمه وما نستغناش عليه بزاف شباب غير إيه هو يعني أنا ما نتبدلش عليه غير إيه هو اللي تبدل <applause> بالصيفه مبدله المهم هنا اخواتي حكمت العجينه تاعي بعد اللي تعجنت لي غايه وارتاحت حكمتها قرصتها على حساب كل قرصه يعني خبزه هنا الله يبارك عندي سبع خبزات بسم الله ما شاء الله وكبار يعني اللي تبغي الكميه تجيها قليله تقسم المكونات اللي عطيتهم لكم انا عطيتكم زوج كيسان حليب ما نتوما اخواتي لما تبغوش كميه هكا كبيره ديروا غير كاس حليب ونص كاسمه يعني تعطيكم ك... كميه اقل تقريبا تعطيكم ثلاثه كبار ولا تعطيكم ستة صغار على حسابكم نتوما انا هنا قلت لكم خبزات كبار ما شاء الله درتهم تاع البيتزا حكمت هذيك العجينه تاعي خليتها ارتاحت وبعد بعد ودرتها تحت فوطه هكا باش تطلق روحها وهي كل ما خليتها شويه تصعفكم وتطاوعكم في الخدمه وتطلق روحها نحلها شويه بالحلال ومن بعد نحكمها ونخلي جاذبية تخدم الخدمه تاعها يعني نحكم العجينه تاعي من من الحاشيه ونبدا نرخف فيها يعني تبدا هي وحدها تهود يعني تبدا تطلق لتحت يعني تنفتح ولا ندير هكا زوج بونيات يعني هكا بالدبزه هكا بونيه ايا أيوة ونبدا نحل فيها يعني تتحل معايا ما شاء الله يجوني الحواف شويه مرفودين يعني شويه خشن والقلب تاع البيتزا يجيني نيشان هذاك هو يجيني رقيق هنا اخواتي حكمت السني تاعي تاع البيتزا داك اللي جي مثقب دهنتها بالزيت رشيتها بشويه تاع الفرينه خاطر قدامو لي اخواتي وبداو شويه يلصقوا مش كيما بكري بكري كنت ندير غير الزيت ونحط يعني ما شاء الله الخبزه تجيني نيشان ومن بعد بديت هكا نسرح فوقهم صوص اللي كنت سبق لي وقلت لكم صلصه البيتزا اللي خدمتها انا أخواتي هذه ماشي يعني طماطم فقط ما فيها لا طماطم معلبه لا هريسه لا حتى والو مبنه روحها ما شاء الله وسبق لي وشاركتها معكم هي والصلصه العاديه يعني ستاندار اللي نخدموا بها كلش نخدموا بها مقارون الشوربه كلشي هذه فيها الزعتر اخواتي وتجي بزاف بنينه تاع الدار صنع منزلي اقتصاديه ما شاء الله خدمناها كي كانت الطوماطيس يحصرها دير 3 ملي للكيلو ماشي دركا راه يدي 7000 8000 و 9000 يعني اكو عارفين الفرق هنا حكمت درت شويه تاع الفروماج فوقها نبغي ندير الفرماج مع الاول فوق الطوماطيس ومن بعد نزيد نحطها فوق المكونات الاخرى يجيني ما شاء الله بنين وكل شيء ودرت فتيته تاع الطون درت هادك شويه تاع هذاك الواحد شامبينيون درت كيما كنت تشوفوا الفلافل وهكا بهاد الطريقه ومن بعد بالسياسه غادي نزيد نحط عليهم واحد الكوش مليحه تاع هنا هنايا ولدي كذلك هو راه سامي يعني <applause> أولدي مسكين نهار يبدا هكا مسكين كل البيتزا ما عقلكم المهم هكا يبغي هو تاني يدير يبغي يدخل يده انا كما تعرفوا اختكم والفتوني اخواتي الاخوات اللي مقدم معي الحمد لله رب العالمين يعني ما عنديش هذاك تاع لا ولدي شير ما يحطش شدة في العجين ولا ولدي ما عنديش هاد العقليه بغا يدير يدير اخواتي ما عندي حتى مشكل لأنه يصيب غير يديه يصيب غيدي. و واصلا يعني هذا الشيء ما فيه حتى عيب ولا كذا يعني ولد هكا بغا يخدم اللهم بارك والحمد لله يعني ولدي يبغي هذا الشيء يعني يبغي هو هكا يحط يده ويبغي البيتزا يبغي يديره الحمد لله هنا اخواتي شوفوا هو راه يزوق في البيتزا تاعه انا حطيتها كفوقها الزيتونات هنا غي قصتم. وبعدها بعد بديت فيهم المهم هذه هي الفرن تاعي راني مسخناته لاقصى درجه حراره ندخلهم على فرن حامي شاعل من الفوق ومن تحت وان شاء الله غادي نخرجهم بعد اللي نخرجها شوفوا اخواتي كيفاش جات جات بزاف بزاف شابه نحكم شويه تاع زيت زيتون بانسو وندهم به الحواشي هذو يجوني هكا منكهين بنت زيت زيتون ويجو كذلك مقرمشين ورائعين جدا واللون تاعهم يبان اكثر واكثر المهم اخواتي هذه هي الوصفه جربوها تاع البيتزا أه جي شباب بزاف وإن شاء الله الفيديوهات القادمة الأخوات اللي قالوا لي أه على جدول الأكل يكون غدا وعشاء نحاول نحاول إن شاء الله أنا نصورها لكم غدا وعشاء هكا باش تستفادوا بإذن الله تعالى وغنحاول ندي لكم قبله واحد الفيديو واحد أخرى اللي نشرح لكم فيها كيف حتى جدول الأكل ولو أني سبق لي وحطيتها لكم يعني سنوات غير غالب أخواتي مشاهدات ما عنديش بزاف في القناة لأنكم ما اللايك تتفرجوا ديروا اخواتي داك اللايك ربي يحفظكم ان شاء الله ونوعدكم انا اني غادي نشارك معكم الكثير والكثير من الامور اللي غادي تنفعكم ان شاء الله غادي نحاول نقطع امامكم واحد الطرونشا تاع البيتزا تشوفوها كيفاه جات جات ما شاء الله كيما قلت لكم الطريقه اللي شاركتها معكم تاع الجاذبيه هذيك تخلي لكم الحاشيه شويه مرفوده والقلب تاع البيتزا يجي ما شاء الله رقيق وهشيش وكما شفتوا طريه من الوسط ومقرمشه من الحواف يعني تجي بسم الله ما شاء ان شاء الله جربوها اخواتي ما تنساونيش دعاوي الخير ما تنساونيش من, من لايكاتكم من تعليقاتكم وانا كذلك ما غاديش ننساكم ابدا من الفيديوهات ان شاء الله تحياتي لكم نبغيكم ونموت عليكم تحياتي للجميع السلام عليكم